ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله فاجعة عرفتها طريق إحدى المدن المغربية خلف انقلاب سيارة نفعية لنقل العاملات والعمال الزراعيين قتيلين عامل وعامل وما لا يقل عن عشرة جرحى كحصيلة أولية وذلك في الطريق الرابطة بين أولاد ما وتارودانت على مستوى دوار بعصيدة التابع للجماعة الترابية سيدي أحمد أعمر وأوردت مصادر من المكان أن الحادثة نجمت عن فقدان السائق السيطرة على سيارة نفعية من نوع بيكاب كان على متنها أزيد من 16 عاملة وعاملا زراعيا لجني الليمون ما خلف مصرع اثنين منهم وجرح الآخرين واستنفرت الحادثة السلطات الإقليمية والمحلية والقيادة الإقليمية للدرك إذ تم تسخير سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية وأخرى تابعة للجماعات المجاورة من أجل نقل الجرحى إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت هذا وفتحت المصالح الدركية تحقيقا أوليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة حول ظروف وملابسة وقوع الحادثة في انتظار التقارير الطبيه حول حاله المصابين فيما تم نقل جثماني الهالكين الى مستودع الاموات